سلام الله سلام نعم الحاضرين. الله يخليكم شباب في فين الثاني. مرحبا مليون بالليل فانا زايرين، مرحبا وعداد مالوح برق في سماح. يا سلام الله سلام من يعم الحاضرين، للحفل والليل فاح. مرحبا مليون بالليل فنا زايرين، مرحبا وعداد ما لا حبرق في سماح. حن عزمنا من غلاهم وجاو موجبين، كل قرم جاو شرف حفلنا من وفاه. بركال للم كم يا النشام الغانمين، كل من هم فيسلم قدر الدمين، زدنا للحفلة بحضوركم واشعل سنة. يا سلام الله سلام من يعم الحاضرين، يا الهدى للحفلة واهل الحفل والليل فاح. مرحبا مليون بالليل فنا زايرين، مرحبا وعداد ما لا حبرق في سماح. حن عزمنا من غلاهم وجاو موجبين، كل قرم شرف حفلنا من وفاه. بركال للم كم يا النشام الغانمين، كل من هم فيسلم الوفا على النباه. مرحبا ترحبت قدرها قدر الدمين، زدنا للحفلة بحضوركم واشعل سنة. زدنا للحفلة بحضوركم واشعل سنة. 12 الحمد لله صارت ان المسابقه تكون على مستوى شباب العوامر، ويكون من ضمنها اشياء تراثيه للشباب. والحمد لله نجحت الفكره بدعم الشيوخ ودعم الشباب ودعم الرجال اللي عندنا، فصار لها اقبال كبير مثل ما تشوف الحين في الميدان، صار اقبال من الجمهور ومن المشاركين اللي عندنا، فتوفى ففاق العدد فوق 60 مشاركه اول مسابقه لنا، وسوف نعملها ان شاء الله سنويا. بتكون هالمسابقه للعوامر في هذا الميدان. المسابقه هذه عباره عن رمايه الفردي مثل ما تشوفون انتم مثل ما تفضلتوا، والرمايه هذه عباره عن رامي يرمي الهدف تحت، عنده 5 دقائق على كل رامي يقرب فيها شو اسمه يقرب فيها التصفيه او يضبط البندقيه نفسها، وبعد ذلك ياخذ استراحه بين ال5 دقائق وال10 دقائق الثانيه، اللي هي 10 دقائق عباره عن كل متسابق يضرب في هدفين، كل هدف له 5 طلقات. والحمد لله عندنا لجنة ما شاء الله عليها عندها خبرة، ونحن كلجنة تنظيم الحمد لله دورنا إن شاء الله الحمد لله فعال وإيجابي بإذن الله. ونشكر الحضور والداعمين الرسميين. بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر الشباب المشاركين وكذلك اللجنة والساعيين في هذه الرماية اللي هي رماية العوامر. أنظمة الأمن والسلامة المتبعة في الرماية بحيث أنه إلى الآن لا الحمد ما في إلا إصابات أو أي حوادث يعني اللي هي تؤثر على المسابقة سواء بالسمعة والإساءة. مساكم الله بالخير، نشكر لجنة اخواننا الكرام ونشكر اخواننا المشاركين الداعمين لمسابقه العوامر، وان شاء الله تكون سنويا. مرحبا مليون بالليل
أول شيء مساكم الله بالخير وبيض الله وجيهكم العوامر الحضروا مهرجان العوامر الأول، والحمد لله على تجمع الشباب والرمائين ما شاء الله طلعنا شباب من القبيله. شارك معنا في المسابقه، وش انطباعك عن المسابقه؟ والله المسابقه ممتازه جدا، والشباب ادوا مجهود كبير، مشكورين اللجنه، تشكر اللجنه على اللي قامت على هذا المسابقه هذه، جزاهم الله خير ومشكورين، وان شاء الله الشباب التدريب الرمائي يكون افضل في المسابقات القادمه ان شاء الله. نعم اول مره اشاركها، والشباب جزاهم الله خير واصحاب اللجنه صراحة انضموا كل شيء بتنظيم وترتيب وكأنها مسابقة دولية. ونحن هنا بدورنا كلجنة كل حد عنده مهمة معينة، حد ينظم المتسابقين وحد تصفير، ونحن هنا مقيمين دورنا بتنظيم المجموعات وتقسيم حسب الدور، والحمد لله مسابقة ناجحة بإذن الله. الآخر طلقة الروامي طناف، الروامي ياسر حامد سيل، مرحبا مليان بالليل منا زايرين، مرحبا وعد دمع لا حب القلب سما، حن عزمنا من غلاهم وجو موجبين، بالليل منا زايرين، مرحبا وعد دمع لا حب القلب سما، حن عزمنا من غلاهم وجو موجبين، كل قرم جا وشرف حفلنا من وفاه، بالكل اللم كم يا النشام الغانمين، كل منهم في سلوم الوفا على النباه، مرحبا ترحبة قدرها قدر الذمين، زدنا للحفلة بحضوركم واشعل سنة، زدنا للحفلة بحضوركم واشعل سنة. من يعم الحاضرين يا الهدى للحفل واهل الحفل والليل فاه، مرحبا مليان بالليل منا زايرين، مرحبا وعد دمع لا حب القلب سما، حن عزمنا من غلاهم وجو موجبين.